استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية سبل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية لبحث سبل ودعم وتطوير العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بقصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض مساء اليوم. وقد استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية سبل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة. وفي هذا الصدد فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين باتت الحصن الشامخ للعربية والحاضن لكل ما فيه عزة وكرامة العرب والمسلمين وزيادة وحدتهم وتكريس وجودهم كقوة عالمية لها ثقلها السياسي والاقتصادي. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الداعمة والمؤيدة لمملكة البحرين، مشيدا سموه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستوى متقدم جعل البلدين الشقيقين كلا منهما يمثل الآخر في مختلف المحافل والاجتماعات الدولية، وهو ما ينم عن ثقة متبادلة بين بلدين شقيقين جمعتهما وحدة المصير والمصلحة المشتركة. وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته الطيبة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والرفعة في ظل القيادة الحكيمة. وقد استعرض خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني المبادرات التي تدعم منظومة مجلس التعاون وتعزز التكامل الذي يقوي قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات، خاصة وأنها محاطة بمنطقة شديدة الاضطراب ومستهدفة في أمنها واستقرارها. وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الوصول بالعمل الخليجي المشترك إلى آفاق تشيع فيها ثقافة العمل الجماعي وتتوحد فيها الصفوف للدفاع عن مصالح الدول والشعوب الخليجية. وشدد خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية توسيع دائرة التعاون والتقارب بين كل دولة في مجلس التعاون مع المحيط الإقليمي والدولي في ظل عالم تربطه المصالح المشتركة بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة وتنميتها. وتطرق اللقاء إلى مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقة الخاصة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تشكل نموذجا فريدا للعلاقات بين الدول، فهي استراتيجية وراسخة وجذورها ممتدة في تاريخ البلدين.
وتكريما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء كبرى حضرها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصول سموه إلى الرياض أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية عدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أدلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصول سموه للمملكة العربية السعودية بالتصريح التالي: يطيب لنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حصن العروبة وقلعة الإسلام والمسلمين أن نعرب عن بلغ اعتزازنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لما له من إسهام فاعل ودور محوري ومبادرات خلاقة في إحياء التضامن العربي وفي لم الشمل وتوحيد صف العرب والمسلمين لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة. وهذه التحركات التي يقودها وما أسست له سياسته النيرة ونظرته الثاقبة من قيام تحالف عربي وإسلامي وجه رسالة ضد التدخلات التي تستهدف الشرعية في الدول العربية أو تلك التي ترمي إلى تمرير أجندات الفوضى والدمار فيها لتثبت المملكة العربية السعودية بأنها كانت ولا تزال وستظل دائما نصيرة لقضايا العرب وداعمة للمسلمين ورائدة في إعلاء كلمة الحق وتغليب صوت العدل. إن زيارة بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة تشكل فرصة غالية للقاء أخينا خادم الحرمين الشريفين ومناسبة نحمل له فيها رسالة حب من شعب يكن للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا كل التقدير والاعتزاز ولن ينسى أبدا مواقفها المشرفة التي ستظل محفورة على الدوام في وجدان كل بحريني، وأن العلاقات التاريخية المصيرية المميزة بين بلدينا الشقيقين ستزداد رسوخا وعمقا وستشهد تطورا مستمرا على كل المستويات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.
إن الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كبير ومؤثر منذ انطلاقتها، ويزداد هذا الدور ويتنامى بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين، معربين عن الثقة العالية بأن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون قادرين على حماية الكيان الخليجي وتعزيزه بترقية هذا التعاون بالشكل الذي يزيد الشراكة المصيرية بين دوله ويكرس اتحادها. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة ما تنعم به من أمن وأمان ورخاء وازدهار الذي حققته حكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى مغادرة سموه الرياض أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.